السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا اللهم على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعنا معهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، سلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أسرار الاستخارة هو موضوع اليوم. أسرار الاستخارة، ما منا من أحد إلا وقد سمع بصلاة الاستخارة، بل أتوقع أن الأغلب إن لم يكن الكل قد صلاها ولو مرة واحدة في حياته. لكن الواقع المشاهد مما أرى وأناقش وأحاور حينما أسأل غلب على ظني أن الغالبية الساحقة من المسلمين لا يدركون
حقيقة الاستخارة ولا يعرفون مواطن قوتها ولا يعرفون عظيم أسرارها بالواقع العملي. فسبحان الله لم أكن أنوي أن أتحدث عن الموضوع، لكن أحد الإخوة كان لديه مشكلة فذكرت الاستخارة عرضا، فشرحت له فهمي للاستخارة فرجاني، قال لي يا دكتور أرجوك أن تذكرها في خطبة الجمعة، لأن ما حصل معي مما فهمته منك لعل الآخرين قد ينتفعوا بذلك. لذلك من هنا جاءت الفكرة صلاة الاستخارة، وسميتها أسرار الاستخارة. أولا سنذهب في جولة تقنية، الأمور الشكليات البسيطة قبل أن ندخل في لب لماذا سميتها أسرار الاستخارة. طب ما هي صلاة الاستخارة؟ هي ببساطة ركعتان تصليان مثل أي صلاة نفل أو سنة، وفيها دعاء مخصوص، وهي من السنة والمندوبة جدا وثبتت بالحديث الصحيح. ورقم واحد هي صلاة ركعتين مع دعاء مخصوص، والآن سنقرأ الدعاء وعظيم أسرارها سيظهر من كل كلمة من كلمات الدعاء نفسه حينما نقرأه على مسامعكم، كما رواه الإمام البخاري في أصح الروايات. إذن هي صلاة ركعتين. المعلومة الطيبة، بإمكانك أن تدعو هذا الدعاء مع أي صلاة نفل أو سنة تصليها، لا مشكلة. وحتى يعني لو أردت فرضا على سبيل المثال أن تصلي ركعتي السنة القبلية الفجر، لك أن تشرك بالنية، هذه من النية الجائزة في التشريك يسمى، خاصة على الأقل عند المذهب الشافعي، لك أن تقول أصلي لله تعالى ركعتي سنة الفجر القبلية مجموعة مع ركعتي تحية المسجد مجموعة مع ركعتي سنة الوضوء مجموعة مع ركعتي استخارة، لك أن تضع من النوايا ما شئت في مثل هذا السياق. الله أكبر، فأنت صليت ركعتي تحية المسجد وختمت بتحية المسجد بدعاء الاستخارة، فتصبح هذه الصلاة أيضا صلاة استخارة. هذا نقطة واحدة. الآن سأتلو الدعاء دون شرح فقط ليعلم من لم يسمع بالدعاء ما الدعاء الذي نتحدث عنه، ثم أقوم بما يسمى عند بعض العلماء علماء التزكية بالتخلية قبل التحلية. أريد أن أزيل الشبهات المتعلقة بالفهم الخاطئ للاستخارة، ثم أدخل في شرح ما هي حقيقة صلاة الاستخارة. الدعاء هو كما رواه جابر رضي الله عنه وروى عنه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. قال إذا هم أي أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول. الدعاء لا، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم، وفي رواية يذكر حاجته أن هذا الأمر ويذكره، دراستي، سفري، زواجي، خطبتي، مشروعي، شراكتي، قبولي، رفضي، إلى whatever الموضوع يذكر الآن. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر حاجته خير لي، انتبه، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، يعني في الدنيا والآخرة، فاقدره لي ويسره، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، انتبهوا الآن، هذا سأرجع له بعد قليل، فاصرف، ركزوا معاً، احفظوا، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ففي عندنا أربعة أركان الآن سنرجع إليها: اصرفه عني، اصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. من هنا سنتعرف على أسرار الاستخارة بعد قليل. الآن هذا هو الدعاء وهذه الصلاة، فالموضوع بسيط جدا. التنبيهات للإشكاليات التي تدخل على سوء الفهم في التعامل مع الاستخارة. التنبيه الأول
أولا الاستخارة في المباحات والمندوبات، فلا استخارة في واجب ولا حرام. نقطة تصحيح رقم واحد، يعني أنا لا أستخير في واجب، وجب علي بر أمي وأبي، أمي تحتاجني، أبي يحتاجني، وجب علي الإنفاق على أهلي، لا أستخير. الله أكبر، اللهم إن كنت تعلم أن عملي في الإنفاق على أهلي وعدم رميهم في الشارع فيه خير لي. نعم حجي، هلو، this is واجب، لا استخارة فيه، إن لم تفعله فأنت آثم والعياذ بالله. اللهم إن كنت تعلم أن بري بأمي، لا 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 هذا واجب، لا استخارة. فالاستخارة في المباحات والمندوبات، وأحيانا في المباحات المتعارضة والمندوبات المتعارضة، ولا استخارة في حرام أبد. يعني لا يجوز للشخص أن يأتي محتار عنده بنكان ربويان، أحدهما يعطي فائدة 7.5% والثاني يعطي 8.25%. الله أكبر، اللهم إن كنت تعلم أن البنك الاس بي سي يعطي فائدة 7.5 فخيص، لا 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 الاثنين حرام، لا استخارة لا في حرام ولا في واجب. كما كنت أمزح مع بعض الشباب، تخيلوا شابا هنا يعيش عيشة ليبرالية لكن جماعة القلب الأبيض النص نص يعني، فهو محتار يطلع مع صاحبته الكندية ولا العربية، فصلى الاستخارة. يا عمي هو كل مفهوم الجيرل فريند حرام؟ لا استخارة في هذا، هذا فقط تنبيه أن الاستخارة ليست فيما وجب ولا فيما حرم، وإنما فيما أبيح وندب. هذه رقم واحد تصحيح إن كيس أحد الأشخاص غير واضحة عنده. تصحيح الثاني، وهذا اللهم صل على سيدنا محمد، أكثر شيء يصلني من الإشكاليات، كثير من الناس يظنون الاستخارة فقط في موضوع الخطبة والزواج فقط، وكأن الاستخارة وجدت لأجل موضوع الخطوبة. الاستخارة في أمورنا كلها، عشرات ومئات الأمور، بعض الصحابة كان تقريبا يوميا يصل الاستخارة، أفعل لا أفعل، أذهب لا أذهب، أجيب لا أجيب، ولبي الدعوة لا أذهب. يعني لا تستغرب أحدهم دعي على وليمة، تعبان متضايق مش حابب يروح ويريد أن يلبي، صلى الاستخارة يعني بشكل عام. لكن النقطة هي ليست للخطوبة والزواج فقط، وإنما لعشرات الأمور في حياتنا. تصحيح الثالث، كثير من الناس يظن، من أصحاب من ظن أن الاستخارة فقط الخطوبة والزواج، يظن أن الاستخارة، وهذا غالبا تقع فيه الأخوات، يأتيها عريس فمباشرة ألو تتصل بخالتها بعمتها بجدتها بشخص بالنسبة لها يظن أنه قريب من الله، يا خالتي معلش تصلي للاستخارة، وتنتظر منها رؤية. فخصصت الاستخارة أولا أعطيت للغير، وهذا خطأ، الاستخارة لك أنت بتستخير وليس غيرك يستخير لك. تصحيح معلومة، وهذا مشهور جدا في عالم الخطوبة وعالم النساء بشكل 95%. فنصحح، جداتك وخالاتك وجاراتك على الرأس، الاستخارة لك أنت، لك أنت في علاقتك مع الله. واثنين، تصحيح الرابع والثالث، كثير من الناس يظن أن الاستخارة محصورة، جواب الاستخارة في رؤيا يراها، فترى إحداهن قد تقدم لها شاب على سبيل المثال مباشرة، يا خالتي يا عمتي بالله ما استطلع الاستخارة، ثاني يوم ها شفتي شيء بالرؤيا. من قال لك أن رد الاستخارة والإجابة هو رؤيا فقط؟ الرؤية التي قد ترى بأمر من الله هي إحدى طرق إجابة الله على الاستخارة، وليس شرطا ولا أساسا، وقد لا يكون أصلا مطروحا موضوع الرؤية. هذه أنا أقوم الآن بإبعاد ما لا علاقة له بالاستخارة من ضمن التصحيحات والتنبيهات قبل أن ندخل في الاستخارة. أيضا أن الاستخارة حينما أحتار في مندوبات أو مباحات ما ينبغي أن تكون إلا مع الأخذ بالأسباب. فلو بدي يشتغل صح في عنده شيء قبل الأخذ، أثناء الأخذ، بعد الأخذ بالأسباب، الاستخارة شغالة. يعني على سبيل المثال أنا أريد أن أدرس في جامعة، أو أريد أن أبعث ابني إلى جامعة مثلا، أنا عايش في أونتاريو طلع له قبول في بريتش كولومبيا، فأنا محتار، الأمر على الإباحة، محتار أدرس في
جامعة محلية أم جامعة المنحة؟ هناك منحة، هون لا يوجد منحة. احترت مثلا. طيب عمره لم يتم 18، يذهب لوحده ولا لساته صغير؟ محتار، أنا محتار. فقبل الاستخارة وأثناءها وبعد في شيء اسمه الأخذ بالأسباب، هو جزء من الاستخارة. يعني الأخذ بالأسباب هي ذاتها توضع في داخل الدعاء. بمعنى ألو يا فلان على الجروب، السلام عليكم، في حد ابنه درس بريتش كولومبيا؟ هذا أخذ بالأسباب. نعم أعرف صديقا لي، ممكن تليفونه؟ السلام عليكم يا أخي، بأي جامعة؟ نفس الجامعة. لو سمحت كيف الـ MSA هناك؟ قال له اتق الله بابنك، الوضع شطب. مثال نظري، ابنك راح يضيع. معلومة. سألت شخص آخر أعطاك نفس التأكيد، شخص ثالث أعطاك نفس التأكيد، أغلق الباب. وإذا أحببت مشان تغلق الباب مع الدعم الإلهي، استخر على ما علمت، اللهم إن كنت تعلم أن رفضي للمنحة حتى لا يضيع ابني بسبب ما علمته جوا الاستخارة، هذا اللي تحكيه إنه فلان قال لي وكذا، فيه خير لي ولابني وفي دنيا ودنياه ومعاشي بنكمل، هذا أخذ بالأسباب. ولكن ما ببدأ أستخير، اللهم إن كنت تعلم جامعة بريتش كولومبيا وأنا لا أعرف شيء عن جامعة بريتش كولومبيا، أستخير بما جمع بالأسباب. طيب على سبيل المثال، تقدم شاب لابنتك، لا مانع تستخير مباشرة، لكن ما في قرار قبل أخذ الأسباب. أبسطها السؤال عن الشاب، الجلوس مع الشاب، جمع الداتا، تشكيل قناعات. وكلما جمعت معلومة أو وصلت لقناعة تدخل في الاستخارة التالية، ولا بأس أن تصلي الاستخارة 10 مرات في اليوم لشهر كامل، وصلي ما شئت متى شئت. يعني الموضوع يهمك، أنت عندك إشكالية تريد أن تأخذ قرار، ما هي الاستخارة، تأخذ قرار. فبالتالي ننتبه أن موضوع الأخذ بالأسباب ضروري جدا. سفر، زواج، انتقال، رحيل، شراء بيت، تعامل، انفصال صداقة، ولاء وبراء، محتار، الداتا عندي قليلة، شاكك بصديقي لي، لا أريد أن أدخله بيتي، مش مرتاح له، مش مليون سبب بستخير فيه، لكن مع الأخذ بالأسباب. وكلما زادت الأسباب بنية أن أصل إلى شيء أقرب من الخير، هذا جزء من التوفيق. الآن قمت بما أسميه أنا التخلية قبل التحلية، يعني أخرجت ما قد يشكل في موضوع الاستخارة خارجها. إذا نحفظ، الله يكرمكم، الاستخارة في كل المباحات والمندوبات، ليست في الخطبة والزواج فقط. والاستخارة تكون لصاحب الشأن ولا يقوم أحد بها غير، يعني لو قام بها أحد آخر ما في شيء حرام، لكن الموضوع هي تصممت لمن؟ صاحب العلاقة. زي موضوع الرقية الشرعية، الله يكرمكم، موضوع ثاني، رقية الشرعية. يا شيخ في حدا يرقي؟ لا إله إلا الله. هل رقيت نفسك؟ لا لا، بدي شيخ يرقي علي. هل تعتقد أن هناك شيخا على كوكب الأرض قلبه رح يكون عليك وعلى ابنك وبنتك أكثر منك أنت؟ اتق الله في نفسك يا رجل، اتق الله في نفسك يا رجل، اقترب من القرآن وأنت ارقي ابنك وارقي بنتك وارقي زوجتك، ولا تنادي شيخ يقرأ على زوجتك ولا على بنتك. أنت الموضوع يهمك، أنت موضوعك، أنت الرقية إلك إلك. إخلاصي أنا يا رب لما أقرأ على نفسي، إخلاصي هو اللي بيفعل القانون الإلهي، مش قراءة الشيخ. فبنفس المنطق الاستخارة، الاستخارة هي صممت لك حتى تتصل بربك لتفتح خطا خاصا. نأتي الآن إلى الدعاء، ومن الدعاء نعرف حقيقة سر عظيم هذا الكنز، أنا أسميه كنز من كنوز الإسلام، صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. الآن اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. لاحظ، احنا قلنا صلاة اختيارية بتروح أنت إلها، وانتبه أنت الآن مهموم المضطر، يعني الفوكس عندك توب، يعني مش مشغول كما يحصل مع كثير من الأحيان حتى في صلاة الفرض، هي حق لله وأنا أولكم، ننشغل بغض النظر، ما له الله أكبر، ذهنك بروح. الاستخارة إلى خصوصية غصب عني، أنا مركز لأني أنا صاحب الحاجة الآن، فأنا أريد جوابا. شوف هاي قضية مهمة جدا، إنك أنت الفوكس تبعك هو بيدعوك للإخلاص والتركيز، فبالتالي مظنة استجلاب الجواب لأنه فيها تركيز وإخلاص. الآن
اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك أن تختار لي. أن علم الله مطلق وأنا لا أعلم، أنا مقبل على شيء ولا أدري في خير ولا ما في خير، بعرفش. وعلمي حدود علمي، بدي أدخل شراكة مع فلان، الكل قال لي عنه إنسان طيب، ما في أي معلومة تدعوني للتراجع، بس أنا لا أعلم. طب في أسرار الله يعلمها، يعني قصدك نصاب؟ مش بالضروري يكون نصاب، لكن شخصيته قد تكون بتطلع الواحد من جلده ومن جلد جده في قبره. شخصيته التعامل صعب جدا جدا صعب، ما لهش دخل في الفلوس ولا في النصب، وانت لا تدري وما حدا خبرك هذه الخبرية. الله استخيرك وتجيك الجواب، ربما يصرفه عنك لأمر أنت لا تعلمه، إنه شخصيته في التعامل مع الفلوس روحك بيطلعها بالمعنى الحرفي، وأنت إنسان رقيق وهادئ ومجتمع مشاكل، فشو بدك من النكد؟ أنت لا تدري لا تدري، فالله سبحانه وتعالى يعطيك الجواب، ماشي؟ فبالتالي أستخيرك بعلمك، هنا النقطة فوكس عليها، أن الاستخارة هي يا رب أنت تعلم ما لا أعلم، فأنا أطلب منك أن تساعدني وأن تختار لي لأنك تعلم ولا أعلم. هاي معنى أستخيرك بعلمك، بنفعلها وإحنا نشتغل الآن جوا الدعاء. اثنين، وأستقدرك بقدرتك، أطلب منك يا الله أنت القادر، أنت القادر على أن تظهر لي، أنت القادر على أن تكشف لي، أنت القادر على أن تبين توضح توصل المعلومة تسهلها تيسرها. لا أدري، إحنا الآن ولله المثل الأعلى عم نشتغل مع أعلى مصدر استخبارات في الكون إنجاز التعبير، من يعلم كل شيء ولله المثل الأعلى. أحدنا لو أصبحت له علاقة بضابط في جهاز أمني في بلادنا ننبسط، ألو دخل معلومة غير المساعدة، خاصة في الأجهزة الأمنية حساسة، أوه معلومة فلان شو بيشتغل، تشعر بالقوة، النولوجي باور. طيب مع الله مطلق العلم ومطلق القدرة، فإن رضي عنك وقبل منك إخلاصك في الدعاء انفتحت عليك أبواب تسهيل المعلومة وتسهيل الطريق لأجلك أو إغلاقه في وجهك إكراما لك. انتبهوا الآن، أستخيرك بعلمك، أستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، إقرار الآن، عبودية، وأنت علام الغيوب. نيجي الآن، اللهم إن كنت تعلم، طبعا يقينا الله يعلم، هو تدريب على العبودية لنا. فكلمة إن كنت تعلم هذه مجازا، اللهم إن كنت تعلم طبعا يعلم، لكن يا رب أظهر لي هذا العلم، أعلمني بشيء بما تشاء كيف تشاء، فيقينا الله يعلم، علم مطلق. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر الآن، افتح قوس، لاحظوا كيف الصيغة، فرضا أنا مقبل على سبيل المثال على شراء بيت، عند الفكرة الأولى مجرد واحد قال لي في بيت ممتاز في المنطقة الفلانية، أنا ما عندي تصور. الله أكبر، اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذا البيت، لاحظ، بنية ستر نفسي وبنيتي أني أكرم أولادي ما يتعبوش في الذهاب للمدرسة، بحط أنا ليش بدي أعمل هذا الأمر يا رب، أنا الآن فاتح خط مع صاحب الشأن، بدي أبين، بدي أقدم استدعاء، أبين نواياي من الإقدام على هذا العمل، لأنه بسبب النية يأتي التوفيق، التوفيق إما بالتسهيل أو بالإغلاق، الإغلاق جزء من التوفيق. يا رب إن كنت تعلم أن شرائي لهذا البيت بنية إكرامي أبي وأمي وبنية إحضار أهلي من بلدي وبنية، بحط النوايا اللي أنت ناويها حقيقة، ماشي، وبقصد كذا وبتوفير كذا، حط ما شأنك الخاص بينك وبين الله. وللعلم أنت لست مضطرا تتحدث اللغة العربية الفصيحة، طبعا احكي بلهجتك مع ربنا بلغتك، أنا فقط لأجل حاجات أداء الخطبة باللغة العربية الفصيحة، ما مش مطلوب مني وأنا ما بحكي فصيح وأصير أتأدى بالفصيحة، اللهم إن كنت تعلم. لا 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 يا رب، إذا بتعرف يا الله عني أنا مش ناوي وقصدي وكذا، تماما كما يتحدث أحدنا مع عز أصدقائه ولله المثل الأعلى، لكن عبر عن قصدك ونيتك هنا ويذكر حاجته، كذا كذا كذا، زواجي طلاقي خطبتي انفصال، بدي انفصل، يخشى من ظلمها ويخاف على ضياع الأولاد، وفي الوقت نفسه وصل إلى مرحلة كذا، لأنه واحد اثنين ثلاثة أربعة محتار مش عارف، لا يدري، عم يصلي أو هي عم تصلي نفس الشيء. قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر حاجته،
فيه خير لي، انتبهوا، في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري. أنا لا أدري، أنا شايف خير بالدنيا، بس هو الخير الدنيوي بمعايير أهل الرياضيات والمال هل بالضرورة أن يكون خيرا أخرويا؟ لا أدري. ألو، بدنا نعينك مدير الشركة، برستيج. استنى شوي، طب عارف الكونسيكونسز تبعتها إيش؟ ألو، مبروك، تم انتقائك لتكون نائب أو وزير. مبارك. وزير من الوزر، حمل الثقيل. صرت وزير التربية. وزير. استنى شوي، كنت مسؤول عن 5 في البيت، صرت مسؤول عن 5 مليون في البلد أو 50 مليون. كان حسابك على 5 مليون، وحسين حسابك على 50 مليون. وزر. فمين قال؟ استخر، صلي الاستخارة. طيب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا في خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي. شوف الآن التأكيد، منرد مرة ثانية، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، وبعيده، شرائي للبيت، سفري، دراستي، ابتعاثي لابني، تركي له وحده يسافر، سماحي لابنتي وابني بالسفر للسياحة لبلد الفلاني، قبولي بسفرهم إلى بيت أهلهم بنية التقارب وإلى آخره، مع خوفي من أنه يصير المشكلة بسبب هوشة بنت عم خالة سيد جد، اللي كله بحطه في الدعاء، كاملا بحطه في الدعاء. يا ربي كنت تعلم كذا، فيه شر لي. الآن القسم الآخر، العكس، في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاقدر. الآن كنت تعلم أنه شر. هنا نأتي للب خطورة الاستخارة. لاحظوا، قلت أركان 4، قال فصرفه. طيب خلينا بس، يبدو في ضيق في المكان، إذا تكرمتم في مجال بشكل سريع جدا بأقل من 40 ثانية، الكل يقف، تتقدموا للأمام وتأخذوا إلى يمينكم اللي هو يساري، الله يكرمكم، الكل يعمل ضغط للأمام وإلى يمينك، الله يجزيكم الخير، افسحوا يفسح الله لكم، الله يجزيكم الخير، الله يجزيكم الخير. وإن كنت تعلم أن هذا أمر فيه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي، انتبهوا الآن، قلت الأركان 4، الآن فاصرفه عني. هذا ركن، عم بحاول أوصل، أغلقت الأبواب. هذا ركن لحاله، انا عم بحاول، انا عم بقول يا رب يا رب، في ناس بتزعل بقول لك يا شيخ صليت الاستخاره وما ما ما مشي الموضوع. هو انا لك صليت الاستخاره ما مشي؟ اكسكيوز مي شيخ، بقول لك صليت الاستخاره وما مشي. هو لانك صليت الاستخاره ما مشي. انا شو عم بقول لربنا؟ اذا ما في خير ايش؟ صرفوا عني. فربنا صرفوا عني. وصلت يا رب؟ إذا ما في خير صرفوا عني. عم بحاول، أغلق 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 أغلق، فجاء الجواب، أغلق فاصرفه عني. هذا رقم واحد، بس مش ولا تنتهي المعادلة بأنه يصرفوا عني، في عندي عنصر مهم في المعادلة، اصرفني عنه. أنا قلبي متعلق فيه، أنا متعلق بالمشروع، أنا حلم حياتي، وأخيرا جاء واحد يشاركني إني أفتح جيم لأني أنا رياضي، هو مش عارف كده بده يعطيني والآخر. جماعة أخذ أسباب، أنت تدري شو بده يصير بهذا الجيم، شو بده يصير، مشاكل وتعري وعلاقات، وتكون برقبتك كلها. أصبر، ما يمكن مش قاطر على بالك، لا تدري لا تدري، راح تنلزم بقوانين يونيفر نو، ما بتعرف، مش خاطر على بالك، أنت عندك حلم. فأغلقت، الترخيص ما طلع، التمويل ما إجا، الشراكة ولا خير، اللهم لك الحمد. لاحظ، انتبهوا، فالعنصر الأول اصرفه عني، العنصر الثاني اصرفني عنه. هنا أرجع لموضوع الخطوبة والزواج، هي تعلقت به من الجلسة الأولى لأنه هانسوم ونايس وسمارت وجنتلمان وإلى آخره، طبيعي، فالقلب تعلق، بس عم صلي استخارة، صلي استخارة. كل الظواهر المادية بيرفكت، أقصد البشرية المعلومات، بس هي لا تدري، وكل ما مال الموضوع بتعقد. لاحظوا. طب أنا قلبي تعلق، ايش عمل؟ صلي استخاره، كمل، خذ بالاسباب، اجمع. طب ليش عم بيغلق؟ لاحظ، اصرفه اصرفني، كمل، واقدر اكراما لك لانك قبلت بقرار الله. بعد ما سلمت له
واقدر لي الخير البديل عما أنا ظننت أنه خير حيث كان. بعرفش المهم هنا يدخل قانون من حيث لا يحتسب. قانون ربنا مصمم لما بده يرزق بيخليك تعمل كل حساباتك وبيجيبها من خارج المنطقة اللي انت حسبتها. قانون أنه قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. حساباتك كلها من هون. ها يا مرة شو بدنا نعمل؟ ها يا ابو فلان كيف بدنا ندفع؟ والله مش ماني عارف. حكيت مع فلان رد لي عملت كل حساباتك 1 2 7 10 ربنا جاب لك اياها من منطقه ولا خطره على بالك ولو جلست سنه كامله تفكر. هكذا يتحدانا الله بعظمته ليظهر لنا عظمته. فلاحظ اصرفه ركن، اصرفني ركن. ركن الثالث واقدر لي الخير حيث كان. وهنا تأتي أروع صرف الاستخارة، ثم رضني به. الرضا صارت غصبا عني ماشي راضي، لا مش راضي، قلبي متضايق مزعوج. والرضا هبة هدية منحة من الله. فكيف تأتي؟ فعل القانون صح من البداية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يا أحبة قبل أن نبتدئ بالدعاء إن شاء الله، يعني أرجو من حضراتكم، أنا كما قلت لكم الذي دفعني إلى هذه الخطبة هو أحد الإخوة الله يجزيه الخير، رجاني قال لي حينما شرحت له فهمي للاستخارة قال لي أرجوك أن تحولها إلى خطبة جمعة. فيا أحبة أنا شخصيا أراها واحدة من أعظم هدايا الله لنا في الإسلام هذه الصلاة. فيرجى يرجى بعد الخروج من هنا أن نقوم بالتفعيل. انسى من تحدث معك الآن، لا شأن، انسى من تحدث معك، انظر إلى ما تحدث به وخذه، فإن اقتنعت به واستوعبته وأدركته طبقه. بعض الأحيان معلومة صغيرة في فهمك للدين تغير حياتك 180 درجة إيجابية. أجمل ما في الاستخارة يا أحبة أنها تصنع بينك وبين الله علاقة خاصة. انتبهوا، إحنا بكل صلاتنا، وأحكي لكم صراحة، كل صلاتنا بنصليها الأصل لأنها فرض، هاي الصلاة لها خصوصية، أنا الطالب، أنا المحتاج، مش مفروض علي، أنا اللي بترجى، أنا اللي بتوسل، أنا عندي حاجة ضايقتني مزعجتني مش عارف أخذ فيها قرار، أخطب بنتي ولا لا، أساعدها في الانفصال ولا لا، قرارات ضخمة بتأثر. من منا ما يمر في حياته بأمور يتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه ولا يأخذ فيها قرار، لكن يجب أن تأخذ قرار، يجب قرار الخطبة والزواج والطلاق والانفصال والسفر والشراكة وشراء البيت والبيع، الأمور أمور ضخمة جدا في حياتنا. فإذا فعلت القانون رضني به، طب من وين تجيك الرضا؟ أنت فتحت علاقة خاصة يا أحبة. بعضنا قد يكون محروما مما نسميه العلاقة الخاصة مع الله، لأنه تعود يصلي الله بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله، ما فيش. دخل في الاستخارة فوكس، فعل، استمتع، حس. فربنا بيصير يكرمك. والشيء الأخير اللي أكرمكم إياه بركات الاستخارة، قلت لكم الرؤية واحدة من الاستجابات. أنت تتعامل مع رب عظيم على كل شيء قدير، ممكن يقوم بأي شيء من حيث لا تدري. أعطيكم أمثلة سريعة جدا، واحدة منها بالرؤية، واحدة منها إغلاق الأبواب بالمعنى العام، واحدة منها يأتيك بمعلومات لولا أنك قد استخرت لما أتت. كيف؟ أنا الآن فجأة فاجأت في الشارع شخص شبهت عليه، مرحبا كيف حالك شو أخبارك؟ إيه وإذ بي طلع صديقي الذي كان معي في المدرسة قبل 40 سنة. يا رجل كبرت شيخت يا أبو شيبي يحرك سيطانة كيف شو بتعمل؟ وإذ به رجل أعمال كبير جدا وكذا وإلى آخره، خلال أسبوع من التعارف والتذاكر والذكريات الحلوة وإلى آخر، فرض على سبيل المثال دخلنا بأسبوع عزمته عندي وكان إلى آخر. أنا قبل ما أراه بالصدفة هذا بيومين عائلة جاءت وتقدمت لابنتي
وكل المعلومات بيرفكت 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 بيرفكت. خلص انا عاوش اعطي الجواب، انا عم بستخير، وانطبق علي قانون الرضا والقبول. فجأة بطلع لي هذا اللي من 40 سنة ما شفته. انا الان مش دق، انا ما بربط بين الحدثين، معيش خبر، انا الان غشيم. واحنا جالسين يا رجل وين كنت؟ والله قعدت 15 سنه في روسيا، وبعدين رحت لليتوانيا، وبعدين سافرت لماليزيا، بعدين بالمطاط اشتغلت، ونزلت على جنوب افريقيا. كلام بجو... ايه كنت جنوب افريقيا؟ اه والله. اسمع، انا اول امبارح تقدموا عائله قالوا انه عاشوا 5 سنوات جنوب افريقيا. انت كنت هناك ببيت مين؟ بيت كذا. اي يا زلمه هذول عائلات عصابات. وات يا زلمه هذول مشرفين على عصابات في جنوب افريقيا، العيله وشو اسم الكذا الى اخره، ولاد عمه. الله اله الا الله، من وين بدي اجيب المعلومه هاي؟ انا من وين؟ اي والله الاول كي جي بي مع السيسس مع السي اي اي مع الام اي 5 والام اي 6 اجتمعوا مع بعض، يمكن ما يخطر على ما بعرفش هالمعلومه. يعني معلومه كان عايش معهم نفس الحرق. هو السؤال مين اللي جابوا الي؟ مين اللي طلعوا بعد 40 سنه فجاه وانا بتم هورتنز واللي هو بوجهي؟ انا سيريسلي بحكي لك مين اللي جابه؟ الله. شان يعطيني هاي المعلومة؟ أنا بقشعر بدني وقتها، لا إله إلا الله. هذا جزء من استجابة أستخيرك أستقدرك، تعلم تقدر لا أعلم ردني به. هذا بيقول كذا، وعد عليه فيديو فجائي بيطلع بوجهك، رسالة غير مباشرة، حدا بيحكي معك تليفون، فيلم بتشوفه كله الكليك بنبهك للمعلومة اللي ما كانت خطرة على بالك، مشان تستعد أو تحذر أو وافق. فهذا من أعظم أمور فتح العلاقة مع الله، واثنين رضني به، لأنه إذا كان على عكس هواي لن أصدم. ما في عندنا في الإسلام واحدة تقدم لها واحد أو واحد تقدم لها واحدة متعلق فيها، يا بيقول لأمه وأبوه أنا إذا ما تزوجتها بنتحر. حبيبي هذا مش بالإسلام، شو بتنتحر؟ ما في، خلص متهاش، هي لا تريد، إيش عمل لك أنا؟ إيش بنتحر هاي؟ حبيبي شغل أفلام هوليوود هاي، روح هوليوود يستحوا يعملوها، مش شو انتحرها، ايش تنتحر؟ هذه واحده رفضتها، خلص رد ما في خير، خلص فرض. فصلاه الاستخاره ثم ردني به. امتى بيعرف كذا؟ بروح بالصدفه بسمع عنها بعد 25 سنه وهي عندها 7 اولاد وزوجها عم بترجى كل الناس يخلص من شرها، قد ما لسانها طويل وقد ما هي صعبه جدا. اقول قبل 25 سنه ايوه ربنا نجاك منها حبيبي حبيب قلبي الحمد لله. والله هكذا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى. سلم ثق ارضى، سلم ثق الله سبحانه وتعالى يسهل يمنع او ييسر. طبعا اللي ما حكينا، طب ماذا لو تيسرت؟ بتكون قمت بدورك والحمد لله وربنا يوفقك والله يهنيك وما في عليك اي تقصير والله يسعدك بالقرار. ما في اي مشكله، احنا مشكلتنا لما يكون عكس الهوى، هون الاشكاليه تصير عندنا. انا حابب الموضوع على عكس هواي، وحصل ماذا افعل؟ ردني به بعد ما أخذ بالأسباب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن العلاقة مع الله، وأن يرزقنا الرضا، وأن يمتعنا بصلاة الاستخارة إن شاء الله. اللهم يا رب العالمين ارحم شهداءهم يا الله، وداوي جرحاهم، واشف مرضاهم، واخذل من خذلهم يا الله، وانصر من نصرهم يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا كريم. اللهم اغفر لنا أمرنا كله، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله يسلمك.